السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه القصة الجديدة، قصة بخيل بالوراثة. البخل من الصفات المذمومة والتي على كل إنسان أن يبتعد عنها، وهناك الكثير من القصص الموجودة في أدبنا العربي عن البخلاء، منها الدرامي ومنها الفكاهي، كهذه القصة التي تبين لنا أنه في أحيان كثيرة يوجد بخل بالوراثة. لنتعرف سويا على تفاصيل القصة. يحكى أن أحدهم نزل ضيفا على صديق له من البخلاء، وما إن وصل الضيف حتى نادى البخيل ابنه وقال له: يا ولد، عندنا ضيف عزيز على قلبي، فاذهب واشتري لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم. ذهب الولد وبعد مدة عاد ولم يشتري شيئا، فسأله أبوه: أين اللحم؟ فقال الولد: ذهبت إلى الجزار وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من لحم. فقال الجزار: سأعطيك لحما كأنه الزبد. قلت في نفسي: إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم؟ فذهبت إلى البقال وقلت له: أعطنا أحسن ما عندك من الزبد. فقال: أعطيك زبدا كأنه العسل. فقلت: إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أشتري عسلا. فذهبت إلى بائع العسل وقلت: أعطنا أحسن ما عندك من العسل. فقال الرجل: أعطيك عسلا كأنه الماء الصافي. فقلت لنفسي: إذا كان الأمر كذلك فعندنا ماء صافي في البيت. وهكذا عدت دون أن أشتري شيئا. قال الأب: يا لك من صبي شاطر، ولكن فاتك شيء، لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكان إلى دكان. فأجاب الإبن: لا يا أبي، أنا لبست حذاء الضيف. في نهاية القصة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.